البراهين القطعية في ضعف هذه الآلهة. قوله عز وجل: ولا أنفسهم ينصرون، ثم قال: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قيل إن هذه الآية في شأن الكفار، سواء دعوتموهم أم لم تدعوهم فلن يهتدوا، كما قال عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وكقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهذه الآيات نزلت في أقوام معينين من الكفار سبق في علم الله عز وجل أنهم لن يؤمنوا. ونظيرها أيضا قوله تعالى على أحد وجوه التفسير: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أي دعوته أو لم تدعوه فهو باق على حاله، فشأنه كشأن الكلب. القول الآخر وهو المعني معنا هنا، ولا يمنع أن يدخل القول الأول، لكن السياق يدل على رجحان القول الثاني. قال تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. هذا فيه دليل على ضعف هذه الآلهة، فهذه الآلهة لو دعيت ما استجابت ولم اتبعت. ولذا قال: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. لما؟ لأنهم لا يسمعون ولا يعقلون. قال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قيل إنها في المشركين، يعني هؤلاء المشركون لو دعوتموهم لن يسمعوا، فقد أغلق الله أسماعهم، كما قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. عندهم سمع وعندهم بصر، لكنهم لا يرغبون أن يسمعوا ولا أن يبصروا. وقال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لكن العمى ليس هو عمى البصر لكنه عمى القلب، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. القول الآخر وهي أنها في الأصنام: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. لما؟ لأنها جمدت. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. النظر هنا ليس على هذا القول، ليس هو النظر الحقيقي، وإنما هو نظر مقابلة، كما تقول: داري تنظر إلى دارك، يعني داري تقابل دارك. فهؤلاء المعبودات من الأصنام تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون.